عليكم أصدقائي، عم نطلع عليكم أنا وريمبو بيوم جديد، تحديات جديدة، وأكيد كتير متحمسين لحتى نعرف ريمبو شو مخبي لنا. واليوم رح خبركم كمان شو هي جائزة الأسبوع اللي رح يحصل عليها الرابح معنا نهار الخميس. هي عبارة عن كمبيوتر ماك برو، أكيد جائزة كتير حلوة، لهيك فكروا كتير منيح أصدقائي، وتذكروا إنه اليوم فرصتكم الأخيرة لتقدروا تشاركونا وتكتبوا اتصالاتكم وتدخلوا معنا السحب. رح نعرف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون البرتقالي، وهاللون بيقول مخترع ورجل أعمال أمريكي قام باختراع جهاز الفونوغراف وآلة التصوير السينمائي، وهو من اخترع المصباح الكهربائي المتوهج العملي، كما اخترع نظاما يعتمد على توليد الكهرباء بالإضافة إلى أداة تسجيل الصوت، وهو رابع المخترعين الأكثر إنتاجا في تاريخ البشرية. من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا، بيقول مخترع ورجل أعمال أمريكي قام باختراع جهاز الفونوغراف وآلة التصوير السينمائي، وهو من اخترع المصباح الكهربائي المتوهج العملي، كما اخترع نظاما يعتمد على توليد الكهرباء بالإضافة إلى أداة تسجيل الصوت، وهو رابع المخترعين الأكثر إنتاجا في تاريخ البشرية. من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ فكروا كتير منيح أصدقائي هذا السؤال من تخصصات حليمة. إن شاء الله تكون حليمة أول أصدقاء المشاركين معنا وتجاوبنا وتخبرنا شو اسمه هذا المخترع. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. هاي نونو. هاي حليمة، كيفك؟ أنا لولو. لولو، هاي لولو. كيفك اليوم؟ منيحة الحمد لله. خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ ايه. شو؟ هذا معروف. نعم؟ شو بسألي؟ هذا معروف. هذا معروف طبعاً. طيب إيه. أكيد صح؟ ايه أكيد، توماس أديسون. أوكي شكراً لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ ايه. أوكي. ألو؟ أهلاً أهلاً فاطمة، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. تمام، عرفتي الجواب؟ توماس أديسون. أكيد. ليون أكيد. يا سلام، شكرا لك يا صديقتي. أكيد شكرا لحليمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. حليمة وفاطمة قالوا إنه الجواب توماس أديسون، يا ترى صح أو خطأ؟ أكيد رح نعرف بنهاية الوقت. أنتوا كمان أصدقائي فكروا كتير منيح، إذا ما كنتوا عارفين الجواب أو ما كان مارق معكم هذا الاسم من قبل، أكيد بتقدروا تطلبوا مساعدة من جوجل أو حتى من الموجودين معكم، أو بتقدروا تستخدموا إجابات حليمة وفاطمة. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة، مين معي؟ سليمة. سليمة، أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ إيه كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، زمان كتير ما حكيتي معنا. سليمة خبريني شو الجواب؟ توماس إديسون. أكيد. نعم. أوكي، في حدا رح يشارك؟ دانيا. ألو. أهلا أهلا دانيا، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ توماس إديسون. أكيد صح؟ أكيد. شكراً لكم دانيا وسليمة، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي لحتى أنا وياكم نعرف من هو مخترع المصباح الكهربائي. اتصال جديد، منقول ألو. 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 ندى. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني ندى قدرتي تعرفي الجواب؟ أوكي شو؟ توماس أديسون. مين؟ توماس أديسون. شكراً لك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتكوني أنت نجمة الأسبوع. ومن بين الرابحين يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يعرفوا؟ شاركونا حليمة وفاطمة، سليمة ودانيا وندى. وهلأ اتصال جديد ونقول ألو. 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 سارة. سارة؟ إيه. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا تمام، خبريني سارة قدرتي تعرفي الجواب؟ إيه. شو؟ توماس أديسون. عذيبة قالت لك ولا أخذتي من حليمة وفاطمة؟ لا، من العلوم. من العلوم، برافو. طيب سارة، في حدا رح يشارك؟ عذيبة وهنية. ألو. أهلا وسهلا، عذيبة صح؟ صح. أهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام، انت ايش اخبارك؟ انا الحمد لله تمام. خبريني يا صديقتي شو الجواب؟
توماس أديسون. وبدون مساعدة صح؟ صح. أوكي. هنية. ألو. نجمة الأسبوع كيفك؟ الحمد لله، أنت كيفك؟ أنا تمام الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ توماس أديسون. كمان حدا ساعدك ولا كيف أنت بتعرفي؟ هي أنا كل حد يعرفك. كل حد يعرفك. شكرا لكم صديقاتي، إن شاء الله. الحين موزة وسيف وسعيد وآمنة. أوكي. أنا عم أقول ما قلت لك كل شيء. الله. أهلا موزة، كيفك؟ خير الحمد لله. خبريني شو جوابك؟ توماس أديسون. آمنة ثابت. ألو. مين؟ آمنة. آمنة كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني شو الجواب؟ توماس أديسون. شكرا لك آمنة. مين كمان؟ سيف وسعيد. تمام. ألو. أيوة سيف ولا سعيد؟ سيف. سيف. أهلا وسهلا. خبرني شو جوابك؟ توماس أديسون. شكرا لك سيف. سعيد. ها ألو. كيفك اليوم؟ الحمد لله. جمع لي كل شي عندك حماس وخبرني شو الجواب. توماس أديسون. شكرا لك سعيد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. حسيت شوي الاسم كان صعب عليك. في حدا كمان رح يشارك؟ شكرا. ونحن بنحب ريمبو. شكرا. وريمبو بحبكم كثير كثير. شكرا لكم اصدقائي، انتم كنتوا اخر الاصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدا العد التنازلي. 3 وانتهى الوقت. اصدقائي سؤالنا كان بيقول من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ والجواب أكيد صح، توماس أديسون. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. يا ترى ريمبو شو مخبي كمان؟ كنت رح نعرف بس نقول له. دق يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأخضر، وهاللون بيقول هي أحدى الرياضات المختصة بتقوية العضلات في جسم الإنسان وزيادة حجمها وتضخيمها، حيث يظهر الشخص بمظهر قوي وعضلات مفتولة، ويخضع لاعبو هذه الرياضة إلى تمارين قاسية ليحصلوا على الجسم المثالي. ما هي الرياضة التي تعمل على تقوية العضلات وزيادة حجمها؟ رح كرر عليكم اللون الأخضر بيقول هي أحدى الرياضات المختصة بتقوية العضلات في جسم الإنسان وزيادة حجمها وتضخيمها، حيث يظهر الشخص بمظهر قوي وعضلات مفتولة، ويخضع لاعبو هذه الرياضة إلى تمارين قاسية ليحصلوا على الجسم المثالي. ما هي الرياضة التي تعمل على تقوية العضلات وزيادة حجمها؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي، يا ترى مين من الأصدقاء رح يعرفوا الجواب؟ أول الناس هيك ويشاركونا. حليم وفاطمة، شلة، أو ندى، أو سليمة ودانيا اليوم كمان شاركونا بعد غياب كتير طويل. مين كمان؟ فرح ولينا وحمزة وسارة ويارا. يلا أصدقائي كتبوا اتصالاتكم من خلال التواصل على الرقم الموجود قدامكم، وتذكروني بحالكم رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟ خالد. أهلا وسهلا خالد، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبرني شو الجواب؟ رياضة كمال الأجسام. شكرا لك خالد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه. اصدقائي خالد قال انه اسم الرياضه كمال الاجسام. لازم نستنى نهايه الوقت لحتى نعرف اذا الجواب صح او خطا. اتصال جديد ومنقول الو. الو 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 الو. ساره صديقتي، ممكن بس قبل كل شيء توطي صوت التلفزيون وتسمعيني من التلفون؟ اوكي بس دقيقة، لأنه ما عم بقدر اسمعكم ابدا. اوكي دقيقة. اوكي يلا يا سارة. خليني اشوف عم بسمع حالي. الو. لا ما عم بسمع حالي. ايوه سارة خبريني، عرفتي الجواب؟ كمال الأجسام. اكيد اكيد. مليون اكيد. اوكي مين كمان؟ شو الباقية؟ يلا. ألو ألو. آمنة؟ صح. أهلا وسهلا، يا سلام كثير مبسوطة. أوكي خبريني شو الجواب؟ كمال الأجسام. كمال الأجسام. كأنه عذيبة عم تقلك ولا سارة؟
سارة. أوكي شكرا لسارة وشكرا لك آمنة. مين كمان؟ ألو عديبة. هي أهلا وسهلا، خبريني شو الجواب. كمال الأجسام. شكرا عديبة. مين كمان باقي؟ هنية وموزة. موزة خبريني شو الجواب. كمال. أوكي الجزء. شكرا لك موزة. سيف وسعيد. ألو هنية. هي أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك. كمال الأجسام. شكرا لك هنية. سيف وسعيد رح يشاركوا. سيف وسعيد. سعيد وسيف. مين بالأول؟ ألو مين؟ سيف ولا سعيد؟ ها سيف ولا سعيد؟ مين معي؟ سيف. سيف خبرني شو جوابك. كمال الأجسام. شكرا لك سعيد رح يشارك. ألو أيوه سعيد خبرني شو الجواب. كمال الأجسام. شكرا لك صديقي سعيد على حماسك الدائم اللي بضيفه للبرنامج. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. رياضة كمال الأجسام شاركونا خالد والشلة وقالوا إنه كمال الأجسام. هلا معنا اتصال جديد وبنقول ألو. ألو أهلا أهلا صديقتي، خبريني شو الجواب. كمال رياضة كمال الأجسام. حدا ساعدك ولا أنت لحالك هيك عرفتي؟ لا أنا بعرفها. أوكي شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ إيه. ألو أيوة فاطمة خبريني شو الجواب. كمال الأجسام. شكرا لكم حليمة وفاطمة. شاركوني أصدقائي إجاباتكم وخبروني إذا برأيكم كمال الأجسام بتصير بس للأولاد ولا عادي كمان البنات يمارسوا هاي الرياضة. فكروا كتير منيح يا أصدقائي وكثفوا اتصالاتكم، شاركوني كل إجاباتكم وخبروني ما هي الرياضة التي تعمل على تقوية العضلات وزيادة حجمها. شاركونا مجموعة من الأصدقاء وكانت إجاباتهم كمال الأجسام. يا ترى في حد جديد هيك كمان رح يشاركنا أو مثلا حدا صديق البرنامج من قبل متعودين عليه شاركنا؟ وينكم يا أصدقائي؟ يلا أنا ورين بعض نستنى مشاركاتكم. فكروا كتير منيح، سؤالنا كتير سهل، إذا ما كنتم متأكدين أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم اللي رح يقدروا يعطوكم الجواب الصحيح، لأنه مثل ما خبرتكم السؤال كتير سهل. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو دانيا. هدوء دانيا خبريني شو الجواب. رياضة كمال الأجسام. طب دانيا شو رأيك، عادي البنات يمارسوا رياضة كمال الأجسام؟ لا ولا ما بيصير؟ ما بيصير. مو حلو صح؟ اه اوكي شكرا لك دانيا. سليمة رح تشارك؟ اه اوكي. الو ايوه سليمة خبريني شو الجواب. كمال الأجسام. شكرا لك صديقتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحة. داني أصدقائي قالت أنه ما بتصير البنات يمارسوا رياضة كمال الأجسام أبداً لأنه مو حلو. هلا هي معها حق لأنه هي الرياضة بتخشن العظم أكثر وبتعطي هيك مظهر ضخم للجسم كامل، لهيك يمكن متعودين أكثر نشوف الشباب أو الأولاد عم يمارسوا هاي الرياضة. مع هيك لسه معنا شوية وقت تقدروا من خلاله، ما ضل معنا أصلاً وقت. كانت دانيا وسليمة آخر الأصدقاء المشاركين معنا. هلأ انتهى الوقت. سؤال أصدقائي كان بيقول ما هي الرياضة التي تعمل على تقوية العضلات وزيادة حجمها؟ والجواب أكيد صح، رياضة كمال الأجسام. مبروك لكل اللي شاركوا معنا، كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا. أكيد بدي أذكركم كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح وتكتفوا اتصالاتكم لتكونوا من بين رابحين كمبيوتر ماك برو نهار الخميس. لا تنسوا أكيد تكونوا موجودين معنا لحتى نعرف مين الرابح ومين نجم الأسبوع. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف عند اللون البنفسجي أصدقائي، وهاللون بيقول
هي جزء من الغلاف الجوي لكوكب الأرض وتقع في الجزء السفلي منه، ذات لون أزرق. وظيفتها التحكم بدرجة الحرارة، وبدونها فإن الأشعة فوق البنفسجية ستخترق سطح الأرض، مما سيؤثر سلبا على الإنسان والحيوان والنباتات. ما اسم الطبقة التي تقع في الغلاف الجوي للأرض وتحمي الكائنات من الأشعة فوق البنفسجية؟ رح كرر عليكم سؤالنا، بيقول هي جزء من الغلاف الجوي لكوكب الأرض وتقع في الجزء السفلي منه، ذات لون أزرق. وظيفتها التحكم بدرجة الحرارة، وبدونها فإن الأشعة فوق البنفسجية ستخترق سطح الأرض، مما سيؤثر سلبا على الإنسان والحيوان والنباتات. ما اسم الطبقة التي تقع في الغلاف الجوي للأرض وتحمي الكائنات من الأشعة فوق البنفسجية؟ أصدقائي سؤالنا كتير سهل، أكيد أكيد مارق معكم اسم هاي الطبقة. إذا كنتوا كمان مو كتير متذكرين، بتقدر تسألوا الموجودين معكم، تسألوا جوجل شو اسم الطبقة اللي بتحمينا من الأشعة فوق البنفسجية. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. أيوة، مين معي؟ خالد. أهلا وسهلا فيك صديقي من جديد، خبرني خالد شو الجواب؟ طبقة الأوزون. شكرا لك خالد، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. خالد كان أول أصدقاء المشاركين معنا وقال إنه الجواب طبقة الأوزون. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة خالد وتكون نجم الأسبوع من بين الرابحين. يا ترى مين لسه من الأصدقاء راح يفكروا هيك شوي ويحاولوا يتذكروا؟ أنا متأكدة إنه أغلبكم يمكن مرقى معكم بالمدرسة، ما بعرف الصراحة بأي مرحلة تعليمية بتكون هاي المعلومة، بس أكيد مرقى معكم. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. حليمة، أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ أوزون، أوزيد، طبقة الأوزون. إيه أوزون. كيف عرفتي؟ مرقة معك؟ إيه بالعلوم. أي صف تقدر تتذكري ولا لا؟ حسيت سؤالي تعجيزي. منيح، سادس، يعني أغلب الأصدقاء اللي بيتصلوا فينا لازم يكونوا عارفينها. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه. أوكي، شكرا لك حليمة. ألو؟ أيوة فاطمة، خبريني شو الجواب؟ طبقة الأوزون. متأكدة صح؟ مليون أكيد. مليون شكرا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة أصدقائي. حليمة قالت لي إنه مرقة هاي المعلومة بالصف السادس، يعني أغلب المشاهدين أصدقاء ريمبو لازم تكون مرقة معكم أو بتعرفوها أو حدا بيعرفها ويساعدكم. اتصال جديد ونقول ألو. 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 دانيا. أيوة صديقتي، خبريني شو الجواب؟ طبقة الأوزون. متأكدة صح؟ متأكدة. شكرا لك دانيا. سليمة رح تشارك؟ ألو. أيوة سليمة، بالأول قولي لي أنت أي صف؟ سادس. سادس، مرقت معك ولا لسه؟ مرقت. أوكي، شو الجواب؟ طبقة الأوزون. شكرا لك سليمة، وأكيد شكرا لدانيا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. مين لسه من الأصدقاء؟ الشلة، بتوقع الشلة فيها أصغر من السادس وفيها أكبر من السادس. بتوقع أعتقد. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. 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 ندى؟ أهلا أهلا، إزيك؟ الحمد لله. الحمد لله، خبريني ندى شو جواب؟ طبقة الأوزون. طب قولي لي مين ساعدك؟ أنت بعدك ما درستيها صح؟ آه. مين ساعدك، الماما؟ أخويا. أخويا، شكراً لأخوك وأكيد شكراً لمشاركتك ندى، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. اتصال جديد ومنقول ألو. ألو. ألو نوار. سارة. هي. اهلا اهلا، خبريني ساره، انت اكثر من سادس صح؟ الو، شفتوا اخذت لكم السادس معيار. ساره انت اكبر من صف سادس صح؟ سابع. هي. سابع، اوكي، شو الجواب؟ طبقه الاوزون. اكيد اكيد. شكرا. كل الارقام حطيها كلمه اكيد. يا سلام، شكرا لك قد كل الارقام. مين كمان رح يشارك؟ الو. الو. هنيه. امنه. آمنة. أوكي آمنة، خبريني شو جوابك؟ طبقة الأوزون. ومتأكدة؟ متأكدة. شكرا إلك. مين كمان؟ ألو. موزة؟ إيه. إيه ولا سيف؟ موزة. موزة، خبريني شو جوابك؟ طبقة أوكي الأوزون. شكرا إلك موزة. مين كمان؟ ماما قالت. ألو. شكرا لك موزة. ألو، مين معي؟ سيف. سيف، خبرني شو جوابك؟ طبقة الأوزون. أكيد. بو 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 أكيد. يا سلام، مين كمان؟
الو سعيد؟ ايه اوكي جاوبني بكل حماس. طبقة الأوزون. شكرا لك سعيد. مين كمان؟ هنية. يلا تمام هنية. يا هنية طبقة الأوزون. هنية هي طبقة الأوزون. هي شكرا لك. بقى عذيبة. الو مين معي؟ عذيبة. عذيبة خبريني شو الجواب. طبقة الأوزون. بقى حدا؟ هي أحمد. أوكي الو كيفك أحمد؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني بحماس أكثر منهم كلهم. طبقة الأوزون بيموت. شكرا لكم أصدقاء. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. يا ترى يا أصدقائي مين لسه رح يعرف الجواب؟ فكروا كتير منيح. بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال أصدقائي. وسؤالنا كان بيقول ما اسم الطبقة التي تقع في الغلاف الجوي للأرض وتحمي الكائنات من الأشعة فوق البنفسجية؟ والجواب أكيد صح طبقة الأوزون. ألف مبروك للي شاركوا معنا. رح نعرف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وهاللون بيقول حيوان من القوارض يعيش غالباً على الأشجار، له ذيل كثيف وكبير وعينان سوداوان واسعتان وأذنان مستديرتان، تلد مرة إلى مرتين في السنة وتكون عند ولادتها بلا أسنان ولا يستطيعون أن يروا بأعينهم، يتغذى على الجوز والبندق والبلوط والفواكه. ما هو الحيوان الذي يعيش على الأشجار وله ذيل كثيف وكبير؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول حيوان من القوارض يعيش غالبا على الأشجار له ذيل كثيف وكبير وعينان سوداوان واسعتان وأذنان مستديرتان تلد مرة إلى مرتين في السنة وتكون عند ولادتها بلا أسنان ولا يستطيعون أن يروا بأعينهم يتغذى على الجوز والبندق والبلوط والفواكه. ما هو الحيوان الذي يعيش على الأشجار وله ذيل كثيف وكبير؟ فكروا أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 أيوة حليمة خبريني شو الجواب. سنجاب. أكيد أكيد. كيف عرفتي؟ أنا لحالي لأني بعرف إنه ياكل بلوط. آه بتعرفي إنه بياكل بلوط. أوكي بتحبي السنجاب ولا لا؟ مو كتير. مو حلو. لا هو مو حلو بس إنه كيوت يعني ماشي حاله. طيب فاطمة رح تشارك؟ إيه أوكي. ألو أهلا أهلا فاطمة خبريني شو الجواب. السنجاب. كمان عرفتي من البلوط؟ لا. شو كيف عرفتي؟ من حليمة. من حليمة. شكرا لحليمة وشكرا لك فاطمة. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة صديقاتي. مين لسه من الأصدقاء رح يعرف الجواب؟ حليمة وفاطمة قالوا السنجاب وعرفوه من علامة أنا قلتها بالمعلومة لهيك ركزوا كتير منيح بالمعلومة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو 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 سليمة خبريني شو الجواب. السنجاب. وكيف عرفتي؟ أنا عرفته. أنت عرفت. طب قولي لي هيك علامة وحدة بس بتميز السنجاب. علامة وحدة بتميز السنجاب. ذيله كثيف. ذيله كثيف. أوكي دانيا رح تشارك. ألو أهلا صديقتي خبريني شو الجواب. السنجاب. شفتي شي مرة على أرض الواقع ولا لا؟ لا. أوكي شكرا لكم صديقاتي سليمة ودانيا. إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. يا ترى مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ انتبهوا ركزوا كتير منيح أصدقائي. حليمة عطتنا معلومة وسليمة عطتنا معلومة. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو ندى خبريني شو جوابك. السنجاب. السنجاب شفتي شي مرة من قبل ولا لا؟ آه. إيه حبتي ولا خفتي منه؟ بحبه. اوكي شكرا لك ندى ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه صديقتي. مين لسه من الاصدقاء كمان اتصال بنقول الو. الو 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 امنه ساره. ساره انا اسفه ساره خبريني شو جوابك. السنجاب. كيف عرفتي؟ سهل يعني لما اعتقداتي انا ان السنجاب الحيوان الوحيد اللي اعرفه ياكل
البلوط؟ البندق. البندق لمعتقداتي. يا سلام، معتقداتك صحيحة. مين كمان رح يشارك؟ الشلة التام الباقية. أوكي. ألو. آمنة. آمنة، خبريني شو الجواب؟ السنجاب. أكيد؟ أكيد. كمان أنت بتقولي إنه بس السنجاب يقدر يأكل شو قالت سارة؟ البندق. إيه، وزين كثير. أوكي، شكراً إلك صديقتي. مين كمان؟ الله. موزة؟ موزة؟ خبريني شو الجواب؟ السنجاب. السنجاب. شكراً إلك صديقتي. مين كمان؟ ألو. سيف؟ هي. شو الجواب؟ السنجاب. شكراً إلك سيف. مين كمان؟ ألو. عذيبة؟ هي. أيوة عذيبة، خبريني شو جوابك؟ السنجاب. وشفتيه من قبل ولا لا؟ هي شفتنا. طب فيكي توصفي لي اياه شوي؟ ذيله طويل وكثيف. أوكي. وعنده شعر. اوكي. في مرة واحدة يمشي على النخلة. نخل. تمام، شكرا لك عذيبة، ان شاء الله تكون اجابتك صح. مين معي؟ هنية. هنية، خبريني شو الجواب؟ السنجاب. شكرا هنية. باقي سعيد واحمد. الو. سعيد؟ ايه. شو جوابك؟ السنجاب. شكرا لك. احمد رح يشارك؟ الو. ايوه احمد، شو جوابك؟ انا وسعيد بنقول يا بعض. اوكي يلا قولوا مع بعض. شجرة السنجاب. شجرة السنجاب. السنجاب. اوكي، تحمسوا زيادة سعيد وأحمد. هي مش شجرة أكيد. شكرا لكم أصدقائي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. الأصدقاء اللي شاركوا عطونا كتير معلومات، قالوا لنا أنه بيأكل البلوط والبندق، وقالوا لنا كمان أنه ديله كثيف، وشو كمان قالوا لنا؟ أوكي، هاي الأصدقاء اللي أخذناها نحن من الإجابات، المعلومات اللي أخذناها من الأصدقاء. أنا عندي في معلومات أكيد أكثر، لهيك ركزوا كثير منيح أصدقائي. حيوان من القوارض يعيش على الأشجار، له ذيل كثيف وكبير، وعينان سوداوان واسعتان، وأذنان مستديرتان، تلد مرة إلى مرتين في السنة، وتكون عند ولادتها بلا أسنان، ولا يستطيعون أن يروا بأعينهم، يتغذى على الجوز والبندق والبلوط والفواكه. للأسف أصدقائي انتهى الوقت الخاص بهذا السؤال، وسؤالنا بيقول: ما هو الحيوان الذي يعيش على الأشجار وله ذيل كثيف وكبير؟ وأكيد الجواب السنجاب. ألف مبروك لكل اللي شاركونا، إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومة، بس بعد البريك. ورجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. بدي أذكركم تفكروا كتير منيح، تكثفوا اتصالاتكم، وتشاركوني إجاباتكم. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان لليوم، ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأحمر، وهاللون بيقول: تعد واحدة من الجوائز العالمية والتي أوصى بها صاحبها وسميت باسمه بعد أن ندم على اختراعه للديناميت. وتعرف هذه الجائزة على أنها مبلغ مالي وميدالية ذهبية وشهادة يتم منحها سنوياً للمرشحين في مجالات الطب والفيزياء والاقتصاد والكيمياء. ما هي اسم الجائزة العالمية التي سميت باسم صاحبها بعد أن ندم على اختراع للديناميت؟ رح أرجع أكرر عليكم أصدقائي، سؤالنا بيقول: تعد واحدة من الجوائز العالمية والتي أوصى بها صاحبها وسميت باسمه بعد أن ندم على اختراعه للديناميت. وتعرف هذه الجائزة أنها مبلغ مالي وميدالية ذهبية وشهادة يتم منحها سنوياً للمرشحين في مجالات الطب والفيزياء والاقتصاد والكيمياء. ما هي اسم الجائزة العالمية التي سميت باسم صاحبها بعد أن ندم على اختراعه للديناميت؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، هاي الجائزة كتير منسمعها. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. 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 سليمة ولا دانيا؟ سليمة. سليمة، أهلا وسهلا، خبريني شو جوابك؟ جائزة نوبل. أكيد؟ أكيد. شكرا لك. دانيا رح تشارك؟ نعم. أوكي. ألو. أيوة دانيا، شو الجواب؟ جائزة نوبل. حد ساعدك ولا أنت عرفتي؟ أنا عرفته. شكرا لكم سليمة ودانيا، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. جائزة نوبل، يا ترى يا أصدقائي صح أو خطأ؟
ما بنعرف، لازم نتأكد. بنهاية الوقت رينبو أكيد رح يعطينا الجواب الصحيح. خبروني شو اسم هاي الجائزة وليش اخترعها صاحبها؟ يا ترى في اتصال؟ في اتصال، رح نقول ألو. ألو. أيوة حليمة، يلا كمان هذا ملعبك. شو اسمه؟ جائزة نوبل. وليش اخترعها؟ للآداب. تعرفي؟ للآداب. هي مو بس آداب، كمان بتصير فيزياء، كيمياء، رياضيات كتير. ايه بعرف. ايه طيب بتعرفي ليش اخترعها؟ ليش اخترعها؟ عشان يكفر عن اخطائه. صح، شكرا لك حليمة. فاطمة رح تشارك؟ للسلام. للسلام، صح للسلام. اوكي فاطمة رح تشارك؟ ايه جود نايت. جود نايت فاطمة. عم بيقولوا لي فيك تنامي نوار. فاطمة للأسف انقطع الاتصال. فاطمة أنا عم بستنى أكيد مشاركتك. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. أيوة ندى، خبريني شو الجواب. جائزة نوبل. أكيد أكيد. شكرا لك صديقتي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. مين لسه رح يشاركونا؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أيوة فاطمة، خبريني شو جوابك. جائزة نوبل. أكيد مليون أكيد. Good night. Good night. باي. أكيد بشوفكم أو مو بشوفكم، بسمعكم حليمة وفاطمة نهار الخميس إن شاء الله. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، يا ترى الشلة وين صارت؟ رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو ألو. أهلا أهلا سارة، خبريني شو جوابك. جائزة نوبل. أكيد أكيد. مين كمان؟ ألو. موزة، خبريني شو الجواب. غازل. أوكي نوبل. شكراً لك موزة. مين كمان؟ ألو. آمنة، هنية، عديبة، سيف، صيد. ألو. ألو. لا تتخانقوا. ألو مين؟ سيف. سيف خبرني شو الجواب. نوبل. شكرا لك. مين كمان؟ سعيد. يلا تمام سعيد. ها. يلا بكل حماس قلي شو اسم الجائزة. جائزة نوبل. شكرا. مين كمان؟ مين معي؟ أحمد. أحمد خبرني شو جوابك. جائزة نوبل. شكرا لكم. لسه في؟ ألو. شكلهم عم يتخانقوا. مين معي؟ آمنة. آمنة خبريني صديقتي شو الجواب. جائزة نوبل. أكيد أكيد. شكرا لك يا صديقتي. مين لسه؟ ألو. عذيبة. هنية. هنية خبريني صديقتي شو جوابك. جائزة نوبل. أكيد صح. أكيد. شكرا لك هنية. باقي عذيبة. ألو. أيوة عذيبة، شو الجواب؟ جائزة نوبل. شكرا لكم أصدقائي، قدرت أخذ كل إجاباتكم. جائزة نوبل. مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي، كتبوا اتصالاتكم. اتصال جديد ونقول ألو. 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 مرحبا، مين معي؟ محمد عماد. محمد عماد، أوكي أنت أخوها لا مين؟ اوكي شكله مو اخ حدا. طيب اهلا وسهلا فيك محمد، خبرني شو الجواب. جائزة نوبل. اكيد اكيد. عندك حدا رح يشارك ولا بس انت؟ لا طلع مو اخ حدا. اوكي شكرا لك محمد. اتصال جديد ومنقول الو. الو الو. الو. مرحبا، مين معي؟ رنات سالم. اهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. خبريني عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ جائزة نوبل. اكيد اكيد. في حدا رح يشارك؟ ايه. اوكي اختي. تمام. ريتاج. ريتاج يا ريتاج، بسرعة بسرعة بسرعة. خبريني شو الجواب؟ جائزة نوبل. شكرا لكم صديقاتي، انتم كنتوا اخر المشاركين معنا لليوم. للاسف انتهى الوقت، سؤالنا كان بيقول ما اسم الجائزة العالمية التي سميت باسم صاحبها بعد ان ندم على اختراعه للديناميت؟ والجواب اكيد صح، جائزة نوبل. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا اصدقائي. هون بيخلص مشوارنا معكم، لا تنسوا ابدا تكونوا معنا نهار الخميس لحتى نعرف رينبو شو مخبي معلوماته، نعرف مين نجم الاسبوع. هلا انا ورينبو صار وقتنا لكم، باي باي. We'll be right back.